عند حدوث أي من اضطرابات النوم فإنها قد تؤثر على نمو الطفل، تؤثر على تفكيره وعلى عاداته، كما أنها تؤثر على مناعته. ويوجد لدى الأطفال العديد من اضطرابات النوم، بعضها يتمثل في انقطاع التنفس في الليل والشخير، وهذا يكون بسبب تضخم اللوز أو اللحميتين أو الانسداد في المجرى التنفسي العلوي. بعضها قد يؤدي إلى هبوط في الأكسجين، وبعضها قد يؤدي إلى انقطاع التنفس كاملا، مما يستدعي التدخل العلاجي. أحد أهم اضطرابات النوم التي يعاني بها الكثير من الأبناء كثرة الحركة، خصوصا في الليل وعند وقت النوم، يجد أن الطفل مضطربا ويقوم بالكثير من الحركة والتقلب، وبعضها يرجع إلى كثير من المشاكل التنفسية لدى الأطفال، وبعضها قد يكون بسبب الاضطرابات النفسية لدى الأطفال. هناك بعض الأطفال من يعاني من اضطرابات في التركيز أو كثرة الحركة في النهار، وهذا عائدا إلى عدم وجود جودة في النوم في الليل. وبعض اضطرابات النوم قد تؤثر على الأطفال، مما يستدعيه إلى أخذ كثير من القيلولات في وقت النهار، وهذا يستدعي الرجوع إلى أخصائي النوم والاضطرابات النفسية لمراجعة الحالة.